انا فخور بوجودي النهارده في الايفنت اللي زي ده اللي بنمثل فيه او بنوضح اهميه تواجد شركه يونيليفر كمشاركه مجتمعيه في المجتمع المصري من خلال علامه سيجنال، وهي علامه رائده بقالها 30 سنه في السوق المصري. من خلال ال 30 سنه ده قدرنا ان احنا نحوز على اعجاب المستهلك المصري وثقته اللي خلانا رقم واحد في السوق. وطبعا مع وجود رقم واحد في السوق ده حط علينا مسؤولية أكتر كشركة إن إحنا إزاي إن إحنا نساهم في زيادة وعي المستهلك المصري والمواطنين المصريين على العادات الصحية الأساسية اللي يجب اتباعها باستمرار للمحافظة على صحتهم وتجنب إن هم تجنب الأمراض اللي ممكن تحصل لو أهملنا في صحتنا. احنا في يونيليفر بنحاول ان احنا خلال الشراكات المختلفة بنحاول ان احنا نعمل اثر حقيقي، وده اللي هنحاول ان احنا نوصل له، وده طبعا بمساعدة الشركاء بتاعتنا، وبنستهدف ان احنا نوصل لاكتر من 20 مليون طفل خلال مبادرات مختلفة، منها برامج توعوية في المدارس وتوفير قوافل طبية، وطبعا بنحاول ان احنا نوصل لاكبر من العدد المستهدف ده، وده اللي هيكون بمساعدة شركائنا. المجتمع طبعا بيستفيد من الحملات دي او المبادرات دي ان هو بيبقى واعي بصحة الفم والاسنان، يعني لو حاجة ظهرت على غريبة في الفم او الاشياء المحيطة بالفم لازم يتوجه الى طبيب الاسنان علشان ما يوصلش لمراحل متأخرة ويوصل الى انه يخلع سنته او يوصل الى انه العصب يتأذى بتاع الاسنان، فهو بيلحق نفسه وبيستشير طبيب اسنانه ايه الحاجات المفيده او ايه الصح اللي لازم يعمله علشان يحافظ على فمه واسنانه. وكمان بنوعي، احنا الهدف من التوعيه الرئيسيه للفم والاسنان ان احنا بنقول له لو عندك فم صحي انت عندك جسم صحي. يمكن كانت منظمه الصحه العالميه العام الماضي اعلنت رقم مهم جدا واحصائيه هامه جدا خاصه بالمعرضين لامراض الفم من سكان العالم، بتتكلم عن ان من كل اربع مواطنين او من كل اربع سكان بيتعرض ثلاثه منهم لامراض الفم، واعتقد ان ده بيدق ناقوس الخطر وبيشير الى اهميه اتجاه الدوله بشكل كبير سواء كان وزاره الصحه والسكان وهيئه الرعايه الصحيه في محافظات منظومه التامين الصحي الشامل لاتخاذ كل التدابير الخاصه بتوعيه المواطنين عن نظافه الأسنان ونظافة الفم باعتبارها زي ما قلت لحضرتك أحد الخدمات اللي بتقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل.